ممكن نغير لون الحيطة. أستاذ المقال ده خطير. لازم جوان وش السلندر. ايه ده؟ انت مين؟ جديد في الكار. جديد في الكار، انتصار غريب. المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل لمدة 5 دقايق هتسيب مهنتك أو كارك الأساسي كمخرج وهتشتغل معانا في كار جديد أو مهنة جديدة. يا ترى هتشتغل إيه؟ والله أنا يعني نفسي أشتغل مهندس تنظيم. كان زمان في المجلس البلدي في حاجة اسمها مهندس تنظيم، ده كان بيركب موتوسيكل اللي هو جنبه سايد كار، يعني موتوسيكل جنبه عربية، يعني هو واحد سايق الموتوسيكل والمهندس ده قاعد في العربة الجانبية، يعني زي ما بيسموها سايد كار، ولابس البرنيطة من الشمس، وطول النهار يوميا بيلف من الساعة 8 الصبح لحد مثلا الساعة 5. لو هو ماشي بالنهار لو لا اي مخالفه، لو لا اي قمامه او زباله قدام بيت قدام محل، يعمل له غرامه فوريه. مهندس التنظيم الاستاذ محمد فاضل، هل هتضيف لمهام وظيفتك ان انت تقاوم التلوث السمعي؟ طبعا مفيش حاجه اسمها اللي عايز اركب ميكروفون، مفيش حاجه اسمها، دي حريه شخصيه، انت بتعتدي على حريه الاخرين. فكان لازم ياخد تصريح من الاسم التابع له او المركز يعني، ويستأذن الجيران، يعني هم يقولون والله ده انا عندي مثلا فرح في اليوم ده. مهندس التنظيم الاستاذ محمد فاضل، اول طلب هتطلبه من القيادة السياسية لتسيير العمل ليك كمهندس تنظيم ايه هو؟ ان هم يطبقوا النظام ده، يعيدوا تطبيقه مرة تانية. ومسألة توفير السايد كار دي لا أعتقد حاجة سهلة، لو بس بعتنا الصين كده هيصنعه لنا تاني، لأن هو كان له شكل خاص ما أعتقدش أنه بيعملوه دلوقتي. مهندس التنظيم الأستاذ محمد فاضل، يمكن في ناس بتحب تعمل الخير، بتعمل عمل تطوعي، هل هتفتح المجال للي ينضم لك ولا أنت محتكر الوظيفة وبتقول أن أنا اللي متعين في الوظيفة دي؟ لا، ما هو ما حدش بيشتغل لوحده، لكن في نفس الوقت انا ضد برضو فوضى، يعني اقول لك العمل الشعبي، لا العمل الشعبي لازم يتنظم على فكره، والا يتحول الى تعطيل اكثر. يعني مساله يقول لك هندي الناس انها تساعد، لا لا لا، ده كل واحد له شغلته. يعني انا بقول له تعالى ساعد ده، طب ما هو عنده شغلانه هو رخر، والا انا بعترف ان الراجل التاني ده اللي انا بقول له تعالى والله ساعد كده ما عندوش شغلانه. لا يعني في يعني العمل التطوعي يا ريت يبقى في ان احنا نأدي الواجب اللي علينا بس، ده متشكرين جدا. يعني ما حدش يرمي قمامة في الشارع، ما حدش يستهلك ميه اكتر من اللازم، ما حدش يرمي ميه، ما حدش لو اي حاجه بايظه عندك في الشقه، حنفيه، مجاري، صرف صحي، ما تسيبهاش لحد ما تسيء للاخرين، ما تعليش والله صوت التلفزيون وصوت الراديو اكتر من اللازم. يعني دي هو ده، يا ريت، مش عايزين حد طوع، بس يا ريت ينفذوا الحاجات دي. اما بقى القيادات اللي هو راجل رئيس الحي، فعنده مهندسين قاعدين على المكاتب. انا لا اتصور يعني ايه مهندس قاعد على مكتب في مكتب رئيس حي، ده شغلته يركب الموتوسيكل او السايد كار او اي عربيه. هو طبعا كان معمول ليه سايد كار؟ عشان يقدر يبص، يعني مبقاش قاعد في عربيه مش شايف حاجه، هو مش نازل يتفسح. مهندس التنظيم الأستاذ محمد فاضل، الخمس دقايق خلاص انتهوا وهترجع تاني لوظيفتك الأساسية، مخرج ومفكر، ويعني من الشخصيات التي تضيف للحياة بشكل كبير في السينما وفي التلفزيون وأيضا في الإذاعة والعمل العام. زعلان؟ والله يعني مش عايز ارجع الا لما اطمن ان الوظيفة دي بتؤدي الهدف منها. جديد في الكار، انتصار غريب.